أكتشف ذكائك. إن جاوبت على 5 أسئلة فأنت أذكى من أينشتاين. هل تريد أن تعرف من وقت؟ نعم. كلكم عرفت الفيديوهات هذه، فالفيديو اليوم راح نجرب هذه الاختبارات. بس قبل لا نبدأ بأي شيء خلينا نخبي الشعر. تعال هنا، هطلع شكلنا أسوأ من أول. هياخذ لك خلاص، ما نبغى. ما لي راح تتقبل شكلني توني صاحي والساعة 7 الصباح وأنا صايم. باقي الكثير والكثير من الوقت لكي يؤذن. مخي يشعر بالامتلاء وبطني فارغة. قبل أبدأ الفيديو بنسوي اختبار لايكات. أباكم تنزلون تحت وتضغطون زر الاشتراك اللي تحت وتفعلون زر التنبيهات. أبغى نوصل لايكات على هذا الفيديو 55,000 لايك و 555. إذا وصلت اللايكات زي كذا لا حد يضغط زر اللايك. إذا تجاوزت المرحلة السادسة فأنت أذكى من أينشتاين. ستقول لكم بارك عليكم الشهر. طالعوا الفيديو معاي وانا بسجل نقاطي وانتم سجلوا نقاطكم. خلينا نشوف مين اذكى واحد فينا. سلام سلام سلام. كم من هذا النبي؟ فيل، ثعلب، دم، يوسف. يوسف عليه السلام. صدقوني انا متاكد. لا تغشوا اجوبتي. انا اوكي. يلا واعتر. يلا اقول لكم فنان والأغاني صاخبة هنا وإحنا رمضان. السؤال الثاني بسرعة بسرعة بسرعة. ركز زي الناس، خليك مركز. تطلع أذكى من أينشتاين. خروف، سكين، نجمة. من هذا النبي؟ إبراهيم عليه السلام. توقع صح. يلا 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 بسرعة بسرعة. معليش بس واحد صح والثاني غلط. كمل. رقم ثلاثة. ما هذه الدولة؟ بزنس شتراني. ما لحين ما جبتها. ما أدري. عمان. أوه. بعدين مان. ما شاء الله. من سوى الاختبار هذا؟ على كيف امك تحدد الاسئله انت؟ اي خلاص نفس الاولى. اي ركض ما ينفع. ايرن. ايران. خلصنا. بوم. ايش الاسئله الغبيه هذه؟ انا اشك ان اينشتاين كان يجاوب على هذه الاسئله. يعني الحين انا جاوبت كم؟ 3 4 لا اي 3 5. بسرعه. اسد تاج. اسد تاج. ما اسم هذا الكرتون؟ والله اشترنا امي انا. اوه هذاك اللي يقول زبينيا اللي هو انا. ايش اسم الكرتون؟ ايوه شفت ايش اقول لكم. الاسد الملك. ما مو باسمه كذا. لا ما اتذكر اسمه كذا. زبدي السؤال الصاد بسرعه. ركزوا معي. ما اسم هذا الكرتون؟ اوه كلب خروف. هذا تتذكرون هذاك اللي كنا نطالعه بسبستون اللي خروف وكلاب وكذا؟ اتوقع عرفتوه بس ما اعرف شو اسمه. يعني خروف شون. مين بيتذكر اسم ام الكرتون هذا؟ السؤال السادس. بسرعه 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 لازم تركز. مخك لازم ينفتح. او ماي جاد مين هذه؟ وكعب وقلب. لا ما اعرف. يا الله اينشتاين لو مكاني ايش كان بيسوي؟ انت لو مكاني ايش قاعد تسوي؟ اكيد قاعد اخ لا. اوه معليش. 1 2 سندريلا. ما كنت اعرف انها سندريلا. لا صار الثامن. ما هو المثل؟ القرد عين ام غزال. كرت بعين ام غزال. لا بديت احب القناه هذه. سوي لهم لايك. كرت بعين ام غزال. الله علي. السؤال التاسع لازم اركز الحين خلاص. ما هو المثل؟ بسه وفار. توم جيري. لازم مثل. ما اعرف. ما قد سمعت في حياتي مثل بالبسه والفار. اللي يعرف يكتب. انا ما اعرف. ان غاب القط العب يا فار.
هذا المثل ما قد سمعته في حياتي، يعني أينشتاين سحب على أم الجاذبية وقام يفكر بالأمثلة. ما هو اسم الأغنية؟ 3 ومحكمة. ما قد سمعت أغنية في حياتي، ما أعرف، أتوقع أنت عرفتها أنا ما عرفتها. 3 دقات. الأغنية الجديدة، أنا حسب الأغنية قديمة. عجبني الاختبار، سوي الاشتراك. نتيجتي أنا هذه هي، أنتوا اكتبوا تحت في الكومنتات وش نتيجتكم. خلينا نشوف مين أذكى واحد فينا. الغاز خادعة لن يقوم بحلها إلا ذكية. عدد إجابتك الصحيحة ستحدد مدى ذكائك وقوة عقلك. جهزوا نفسكم يا الإكس، جهزوا نفسكم. إحنا وصلنا أخوان، ما وصلنا إكس للمعلومية يعني. الزبدة، جهزوا نفسكم يلا، فلا تنسى تسجيل عدد إجابتك الصحيحة حتى النهاية، لا تدري من يحتاج نتيجة لك. أيوه اليوم نعرف كم نتيجتنا، هل احنا ذكياء ولا لا؟ ترى ما ادري قاعد اسوي حماس بس. السؤال الاول، ما جاهز. A B C، ما هو الحرف المفقود؟ A B C D E. لا كنت احسبها I. لا السؤال مره صعب. ها يلا حلها، انت تخلص علينا. يلا بقرك 10 ثواني، بسرعه بسرعه ثواني، يلا بسرعه حل بسرعه. لا تعال لا تقلد إجاباتي. ها سهلة. السؤال الثاني، احنا مستعدون لك. ما هو لون المكعبين؟ انا قد شفت الاختبار واعرف الجواب، طرع جواب لنا نتل هذا. انتوا اكتبوا تحت، انتوا تحت لا تخشوا مني. 15 14، يلا 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 بسرعة اكتب اجابتك تحت. أنا أقول نفس اللون. قلت شفت الاختبار. شفتوا؟ ما قلت شفت الاختبار هذا، قلت شفت الصورة هذه. لا تحس بني غاش الاختبار. 3 Let's go. يلا أين هو اسمك؟ ما يجي صعب، في شيء غلط. أين هو؟ أوه اسمك. الله إني فنان يا رب، حتى قبل. أوه أتحداك تجيب نفس درجتي. أي يوم لونه داكن؟ A and B. A ولا B؟ سراني. أوه لا، هذه اللعبة نفس الحركة الأولى تلعب علينا. أكيد A بدون نزاع بدون مناقشة. No one talk to me please. A. إذا قلت A لقد أخطأت. A و B لهم نفس اللون، شاهد بنفسك. إيه والله نفس اللون. لا غش يا حبيبي، في على اليسار عشان ظل. مين اللي كتب الأسئلة هذه؟ 4 يلا، ما هو الأسرع؟ أصفر. لا كلهم نفس الشيء، ما كلهم نفس الشيء. السرعة متساوية للاثنين. ها إذا جبت على 5 الغاز فأنت خيالي، إذا جبت على 4 الغاز فأنت خارق، إذا جبت على 3 الغاز فأنت ذكي، لغزين فأنت متوسط الذكاء. أنا خارق الذكاء، أنا ذكي. وصلنا لنهاية الفيديو، وأنا أدري إنك وصلت لهذه الدقيقة وتقول لا الفيديو ليش خلص؟ اكتب تحت نتيجتك في الاختبارات. ها وصلنا لهذه الفيديو، لا تنسون توصلون للايكات 5.5.5.5.5 ولا حد يتعداها. ومبارك عليكم الشهر. سي حلو، 7 المغرب بكرة أنا عندك.